الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أيها الحضور الكريم، بداية أصالت عن نفسي والنيابة عن الكتب الإدارية والتربوية والتلاميذ والعاملين لتربية هذا الإنسي، أرحب بجدودنا الكرام جميعا ونشكر المدرس على حضورهم ودعمهم لنا. اليوم برسالة لن أقف هنا لأحضر ولا لاختيار الكلمات الرحمنة ولا لحديث مهم بالعرض، بل لأعبر لكم بكلمات بسيطة صادمة عما يخالجني من أحاسيس. أتقدم إلى العام المؤسسة والسيدات أستاذ الأساتذة خاصة بخالص الشكر وواخر الامتنان عرفانا وتقديرا للجهودات الجبارة التي يبذلونها للرقي بمؤسستنا والرفض والجهة اللي كانت هاد الاستضافه كذلك باش يساعدنا على تجهيز القاعه وتوفير القاعه للثراء كذلك في المستقبل. لا نطيل اكثر، ارحب مره اخرى بجميع الحضور الكريم هناك جوائز تقديريه لكافه التلاميذ اللي غادي تصور وتسهل. الوقت لا يسمح، فقط باش ندوز لواحد الاستاذ الوزير اللي كنشكره مره اخرى. كنشكر السيد الحقيقه كلام ديال الاستاذ السيد المدير والسيد رئيس الجمعيه كافي، ولكن ما فيهاش نغتنم هذه الفرصه اولا باش نهني الاساتذه الذين اقيموا اعتقادهم، كنهنيهم بكل قلبي، تمنياتي لهم خالصه بدوام الصحه والعافيه وطول العمر، ومتمنياتي لهم كذلك بسعاده وبكل ما يتمنونه في ابنائهم واحفادهم. كذلك بغيت نهني التلاميذ الذين حققوا نتائج إيجابية في هذه الدورة، وهذا بطبيعة الحال هذه مرحلة ديال الاعتراف، اعتراف للسادة الأساتذة والأستاذات بما بذلوه من جهود قيمة من أجل أن يحقق لنا هذه النتائج. فأنا جد سعيد بالحضور معكم في هذه المؤسسة لكوني أولا ابن الدار، وثانيا دائما أحس بأنني دائما تولي في هذه المؤسسة. كنشكر الجميع اللي حضر هذا الحفل البهيج، وكنشكر السادة المقيمين على هذا الحفل، وكنشكر كذلك الإعلام اللي حضر معنا، وتحية للسادة المكرمين وشكرا جزيلا. هناك قاعدة تقول أن النجاح الكبير هو محصلة لنجاحات صغيرة، فنجاحكم في هذه الدورة وتفوقكم في هذه الدورة ما هو إلا لبنة تضاف إلى لبنة سابقة وإلى لبنة قادمة من أجل إن شاء الله الوصول إلى النجاح الكبير. النجاح الكبير هذا لا يمكن أن يأتي إلا بتضافر مجموعة من الجهود، ما يسمى بالإنجليزية سينيرجي، واحد زائد واحد لا تساوي اثنين. التجارة والمهن والحرف اليدوية تفنوا وشرفوك في محافل دولية، شحال جبتي من رياضي والرياضية ومن متابر عندك في المدينة والقرية، حفلاتك ريحها من الآلاف الليلية، تكريم المجدين عندك في الأولوية، الحسن اليوسي يا عروسة محضية، يا بيضة في خضرها نفيسة وغالية، أغلى ما عندي نقدمو الكبيدية ونحميك ونصونك ودي أجمل هدية. التي لها باع كبير في تاريخ وزارة الصحية الوطنية حينما نتكلم. كانت تاريخا نجيب، قد كانت
في حسب الثانويات في الستينيات حتى حدود السبعينيات والثمانينيات في المغرب وعلى ذكر الثانويات تخرجوا منهم شخصيات كبيرة ووزير أظن السيد النائب التقريبي الذي هو ابن كذلك الثانوية وهناك كذلك أطر في القوات المسلحة الملكية وأطر عليا كبيرة في القوات المسلحة اليوم هذه الهدية إلا هي حول صبور من 20 سنة فليست بطويلة على السنة. إذن حضرات السيدات والسادة جرت العادة وتعرفونني أنني مسؤول وعندي التزامات أخرى ومسؤوليات أخرى غير التدريس. فجرت العادة أن أتناول الكلمة في عدة لقاءات وتظاهرات وأحيانا في لقاءات تكريم شخصيات وطنية أو رموز ثقافية أعطت الكريم يكون السكوت أبلغ ما قد. أشكركم زملائي على هذه الدعوة ودعائي لكم بالتوفيق والسداد في حياتكم كما أدعو من الله عز وجل أن ييسر لكم ويجعل مساركم ناجحا كما أسأله أن يتقبل منا مجهوداتنا وتقبل نهار الثاني ربط المدرسة الصور يصف كنا أستاذ من الشمال للجنوب ما كيف الأستاذ تنظر الثانية يصف كنا أستاذ من صدوة وكيف يقرب بحامية الغزلة نصير قرب عليها تنجاز ومع ذلك التقرية مزيانة وكان الاحترام شي شوية كان غير يدخل شي واحد القسم كيوقف كل شي حتى لما وقف عفو ما قطع حلس كل من الخلع وشغل تلاميذ بقاوية مع احتراماتي التلاميذ كي اللي جايب 16 في المطب حالي بلي كتاب آخر دولة المين أطير بحبك بجناحي في السماء أنتهي كل مخلوق يتجرأ عليك أراقبك من بعيد بعيد من أعلى فناء فأنا المتيم بك وبروحك أنا المتيم بنشر النساء قلب ينزل ينشد على الهلاء الجميل كذلك النتيجة السنة انضت بحق أبناء الله أن نخلق المنافسة الشريفة بين التلاميذ على اعتبار أن لنا موعد في آخر السنة لتكون هناك نتائج إن شاء الله ونريد كذلك أن نحتفي وكما قال أحد المتدخلين فإذا كانت الفتيات حققنا جوائز مهمة فإننا نفتخر اليوم بهذا الذكر ونتمنى أن تظل الفتيات دائما في الأوج والعلم